شعبان عبد الرحيم صحيح يعني جاء متأخرا، الشاعر إسلام خليل اللي دايما إسلام زي ما بقول لكم بيتفاعل مع كل القضايا والمشاكل اللي بتنشأ على الساحة واللي بتعبر عن أزماتنا المعيشية والاقتصادية والرياضية كمان والنفسية. شعبان صحيح هوجة الكيكي انتهت، لكن يبدو أن تأثيراتها ما زالت مستمرة حتى الآن. شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل ينتقدان الكيكي بشدة وبطريقتهما الخاصة، يعني اللغة الأسلوب الشعبي البسيط اللي بيصل أو اللي بيعبر عن القضية بشكل بسيط وسريع. يا كيكي يا كيكي كيكي يا كيكي يا كيكي كيكي يا كيكي يا كيكي، دي رقصة كلها عز، وافتح باب عربيتك وانزل في الشارع هز، وافتح باب عربيتك وانزل في الشارع هز، انزل في الشارع هز، مكبوتة والهم مليكي والحزن كتير على الوش، 5 دقايق كيكي ترتاحي وتبقي فريش، 5 دقايق كيكي ترتاحي وتبقي فريش، ترتاحي وتبقي فريش، فرحي أمك وأبيكي وادعي لها كمان وادعي له، ما هو لازم يفرحوا بيكي عالكيكي اللي وصلتي له، ما هو لازم يفرحوا بيكي عالكيكي اللي وصلتي له، عالكيكي اللي وصلتي له، اللي انت واخد عالكيكي عمرك منه ما هتفوق، ابسط وارقص على كيفك وفي وسط الشارع شوق، ابسط وارقص على كيفك وفي وسط الشارع شوق، في وسط الشارع شوق، انا معجب بيك وبيكي انا فرحان بيها وبيك، فعلا ابوكي مربيكي وامك عارفه تربيك، طبعا ابوكي مربيكي وامك عارفه تربيك، امك عارفه تربيك، انت وهي ارقصوا كيكي واشربوا براشيم وحشيش، وفي ناس محتاجه تبرع عشان تدخل ابو الريتش، في ناس محتاجه تبرع عشان تدخل ابو الريتش، عشان تدخل ابو الريتش، خليك فرحان بشبابها وارقص كيكي يا فنكوش، بقدك كده عجبها رجاله بجد وحوش، بقدك كده عجبها رجاله بجد وحوش، رجاله بجد وحوش، يا بتوع الكيكي اه منكم ايه اللي جرالكم ياهو، الكيكي خلاص جننكم من الرقص اللي رقصتوه، الكيكي خلاص جننكم من الرقص اللي رقصتوه، من الرقص اللي رقصتوه، الكيكي عامل لك هيبه وخلى وسك شاب، 2000 مبروك على الخيبه جايبالك 100 اعجاب، 2000 مبروك على الخيبه جايبالك 100 اعجاب، جايبالك 100 اعجاب، الكيك يا قلب ماما خلاك مشهور اواب، ما بقاش لك اي كرامه والنعمه سادة اسلام، ما بقاش لك اي كرامه والنعمة سادة إسلام، والنعمة سادة إسلام، يا أحمد يا أمان يا مها الكيك كتر كده ليه، والرجالة إيه حصل لها وبناتنا جرالهم إيه، الرجالة إيه حصل لها وبناتنا جرالهم إيه، بناتنا جرالهم إيه، ده عشاننا كله فيكي وفيكي يا أمل العصر، ربنا يهدي ويهديكي أنتم مستقبل. اسلام خليل وشعبان عبد الرحيم عن هوس الكيكي اللي كان انتشر في عده ايام في مصر. صحيح شعبان جاء متاخرا، لكن ده افضل من انه لا ياتي ابدا، يعني هو عبر عن رؤيته، يعني هو واسلام خليل لانتشار هذه الظاهره في المجتمع المصري وباسلوبه البسيط والشعبي. هطلع فاصل، بعد الفاصل قضية إهانة الرموز التاريخية في مشروع قانون في مجلس النواب، تم الإعلان عن أن هيتم
مناقشته بشكل سريع، وكمان المشروع بيثير جدلا شديدا ما بين مؤيد ومحتج. في مخاوف على انه ده يقضي على قاعدة مهمة جدا، وهي محاكمة الشخصيات التاريخية ما لها وما عليها، ايجابياتها وسلبياتها، التقييم الموضوع، وده كمان يمكن انه يقضي على حرية الفكر والابداع والبحث. يعني في ناس بتبحث ويمكن انها ترى الشخصية بعيون مختلفة، لكن الذين يؤيدون ذلك شايفين ان المسألة تحولت الى إهانة لتاريخنا وإهانة لرموزنا الوطنية والتاريخية، بحيث ان الأجيال كلها هتبتدي تتشكك يعني في القدوة وفي الرمز وفي تاريخنا. هنناقش ده معاكم، هنشرك المشاهدين معانا بموضوعية شديدة. تعالوا نشوف لماذا يتحمس